نحن الآن في ريف حما الشرقي بقرية المضابع. طبعا معنا الأخ يشرح لنا ما حل في هذه المنطقة. فمعنى تهجير الأهالي خوفهم من الرعب اللي صابهم من جراء اجتياح الجيش، أو الخوف من الشبيحة، سطب لصوص على الممتلكات العامة عموما، خصوصا المدارس. المنطقة مأهولة بالسكان أم لا؟ طبعا مأهولة بالسكان، ونحن طبعا نناشد من كل الناس شايفون ومن جميع المنابر إن شاء الله، أنه يا أخي حافظونا على الممتلكات العامة، حافظونا على المدارس، هاي بدنا نرجع ندرس فيها. لا يجي حد يقول إن هاي المدارس والله للنظام، المدارس إنا. الله يعطيك العافية، شكرا لك.